المجال المتميز اللي أثبت رغم قصر المدة الزمنية والبطولة الثالثة، ولكن الحمد لله شهادة من الجميع ومن الأخوة المنظمين والقائمين على المهرجان والبطولة حتى وكفاءتهم، وأصبح أحد المهرجانات اللي الجميع يحب يشارك فيها ويحب أن يكونوا متواجدين ومشاهدة. واسمي أنا رئيس اللجنة المنظمة، أرحب الجميع في كلبة، وأخص بالشكر أهالي كلبة الأخوة الكرام اللي ساعدونا وساهموا في إنجاح هذا المهرجان.